اخوان اخوات مغاربه داخل وخارج ارض وطن، السلام الله عليكم، مرحبا بكم عندكم من جديد، فيديو جديد. نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. خوتي كما عارفين اليوم كان نهار تاريخي الاخوات العالقات في سبته ومليليه، اليوم خرجوا من بعد 7 شهور ديال المعاناه، وبغينا في هذا الفيديو اللي يكون اخر فيديو ديال هذه القضيه ديال العالقين في سبته ومليليه، بغينا نشاركوا معكم الفرحه ديالهم وطريقه الخروج ديالهم وفين كاينين دابا والتسجيلات الصوتيه ديالهم ديال الشكر بزاف. كي اش غادي نقول لكم، المهم حتى تسمعوا هاد الاوديوهات اللي هي بالنسبه لي انا والله العظيم اذا هي الرباح وراس المال، هو الدعوات ديال هاد النساء ديال هاد الامهات، وغير هادشي هذا راه في الكفايه. انتما من غادي تسمعوا انتما غادي تعرفوني علاش كنهضر. كاين اوديوهات بزاف، تسجيلات صوتيه بزاف، غادي ننزل لكم، غادي نكتفي بجوجه ولا ثلاثه، خصوصا ديال الام سعيده اللي هي دائما كتهضر بلسان هاد النساء هادو اللي كانوا عالقات خصوصا في سبته في الترخال. خليكم معايا سمعوا. مؤيدنا واحد السيد عثمان. الله يرضى عليك يا عثمان وليدي. اسمع وليدي، ربي يخليك وليدي يا عثمان. اسمع الناس وتفاد الناس، كلشي كيدعي عليك وكلشي كيدعي لك بالرضا، لان الدعوات كاملين غادي تغطيك وتسترك انت وليداتك تتبلغهم. السلام عليكم عثمان، كيليكريه كيليكريه كيليكريه. احنا فرحانين يا عثمان وليدي، الله يرضي عليك والله يصلح لك وليداتك على المجهودات الجبارة ديالك اللي درتي معنا يا وليدي. حق الله العلي العظيم وقفتي معنا وقفة ماشي ديال راجل واحد، ديال 20 راجل. ما حيلتك لهنا ما حيلتك لهنا ما حيلتك لهنا. الله ينصرك على من عادك يا وليدي، الله ينصرك على من عادك، الله ينصرك على من عادك، الله ينصرك من الاعداء اللي خارجه عن القانون اللي كتمشي تنشر الناس اللي ما كيقولوا والو. الله ياخذ فيهم الحق، ولكن ربي غيغلبك عليهم ما اقتضى الحال، ربي غيغلبك عليهم يا وليدي يا عثمان، لانك انسان مسالم وكتحب الخير وكتبغي للناس كاملين. ابا ديالي خرجونا وليدي، داروا لينا التيست ديال 8 تخرج على 48 ساعه، دابا قالوا غادي يديونا الاوطيلات باش ندوزو ديك 48 ساعه على تخرج الريزلتا، وحنا وليدي خارجين والله عمرنا ما نساوك يا عثمان. انا بعدا سعيده عمرني ما نساك والله يا وليدي، حسبتك ولدي باش يشهد الله وليدي والمحبه ديالك وليداتك اللي غير في التليفون معاك وفي الاوديوات. الا حسبتك بحال عادل ولدي اللي عندي واحد اللي طلعت به من الدنيا، مات لي نبيل عنده 21 سنه وبقى لي عادل، عنده وليد سميتو نبيل والبنيته جنات، الله يحفظهم ليا ويحفظ لك وليداتك ويحفظ لك بنتك يا وليدي. الله ينصرك الله ينصرك الله ينصرك. اللهم امين. السلام عليكم. عثمان كي داير وليدي؟ لاباس لاباس عليك. احنا وصلنا، احنا في اوتيل ياسمين، زعما داروا لينا ديك التيست عاوتاني في الديوانه ديال 48 ساعه. ملي سقسيناهم قال لك غتمشيو لهنا لهذا الاوتيل هذا حتى تخرج النتيجه واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ديك الساعه قال لك عاد غادي نخليوكم يومين ولا 3 ايام. احنا هنا يا وليدي عاوتاني الاوتيل غزال، ايوا حنا فيه دابا دياسين كيطوال كيحمق، ايوا منساهم انا. ولكن مساله الناس اللي قلتي لي ما خلاو وحدي اولدي حتى وحده في النابيس، شتي واحد جوج كيسعوا كاع كنسعوا والله، حتى هما جروهم وخرجوهم بالدرع، ما كانوش غيبات يبقاو، كانوا باغيني يبقاو تما. كاينين شي بنات تا هما باغيين مساكين يبقاو تما، قال لك والديهم ناس ضعفاء وخصهم يعاونوهم ويساعدوهم، ها هما تا هما خرجوا ما خلاو حتى واحد. والدكوره قال لك غادي يديهم للسيتي، ما غادي غادي تكرو الرخصه صافي غادي تشد، ما غادي يبقى فيها حتى شي واحد. نسى والله العظيم ما بقات شي وحده عثمان ولدي، حتى نسى كانوا ما تقيدوش وبقاو كيبكيو شي 7 ولا 8 بقاو كيبكيو. الساعات كعيطوا
عيطت لواحد لانفيرميغ وجات دارت ليهم غير تحليلات الدم وصافي وقيدوهم. وحده صباح في واحد الجمعيه جابت شي 70 الناس ولا 80، كانوا ردوا منهم عاود شي حاجه عاوتاني عيطوا عليهم، ما خلاو حتى واحد تما، قال لك سبته غينقيوها. مرحبا اختي، مرحبا. على المغرب شحال زين، حق الله يا اختي. يا حبيبتي يا حبيبي المغرب، هذه اشهر. هذا الناس ديال المليليه، احنا جينا لا تقولوا حسموا المطر ديني معاك. حبيبي المغرب، تشوف الخضورية وتشوف الطاكسيات، شوف الدنيا اللي رجعت. هاد المراسلات ديالي الله يحفظهم المساكين اللي هادي. ودابا نشوفوا يعني مين خرجوا من سبته ومين خرجوا في الاوتيل وفين كاينين. قولها له بالفرعون سيدتينا. السلام عليكم خوتي اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس؟ صحه؟ لاباس؟ مزيانين؟ كيف الحال والاحوال؟ كلشي مزيان خوتي. هذا مقطع الفيديو عملتون عثمان برشلونه، كاش باش نشكروه بزاف البنات، خصنا نشكروه وما خلاونيش هنا نجمعوا باش نعملوا شي فيديو. وش نقول لك خي عثمان، كنشكروه بزاف، راه هو الواحد اللي وقف معانا في هاد المحنه ديالنا كاملين 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 كاملين، زعما صراحه الله وهدر علينا ودافع علينا. وش مش نقول لك صراحه الله قال عقلي له، هو الواحد اللي هو السبب باش خرجنا من هذا السبب. هو الله، هو الله بالحق، هو اللي السبب باش خرجنا حنايا. وبغيت نشكره بزاف من هذا المنبر، والله يعاونه والله يسهل عليه وربي يخلي له وليداته واللي عزيز عليه وبارك الله فيه. خرجنا جينا داروا لنا التحاليل ودابا غادي نباتوا هنا في لوطيل وما نعرفوا واش نخرجوا للديو. سي عثمان، رحنا في اوتيل سيليكس بايتين تما هاد الليله حتى الغدا، عاد نشوفوا فين يديونا. رحنا في اوتيل سيليكس حتى يخرجوا لنا غدا التحاليل عاد ونشوف واش فوقاش يديونا لديو. عاش الملك، ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد محمد السادس. سامته وبليليه والصحراء المغربيه، سامته وبليليه والصحراء المغربيه. عاش الملك. كما شفتوا وصلوا بخير وعلى خير، وهما في الاوتيل
غادي يخرجوا الناس كاملين، ما غادي يخليو حتى شي واحد كما سمعتوا بودنيكم. دابا يعني خصنا نشوفوا القضيه ديال العمال ديال سبته ومليليه، العمال اللي كيشتغلوا بطريقه قانونيه اللي حتى هما باقي عندهم مشكل، كذلك الوليدات ديالهم اللي هما التلاميذ اللي كيقراو في سبته ومليليه يعني اللي انقطعوا على الدراسه. هذا جهدي عليكم. شكرا لكم نتوما الصراحه، وشكرا لهاد النساء. وانا الجزاء ديالي كما قلت لكم هو هذا، هو الدعوات ديالكم. يعني ما تتخيلوش، والله ما تتخيلوا يعني شحال من فيديو، شحال من تسجيلات صوتيه، شحال يعني اذا نزلتهم راه مبقى انا نهار كامل وما نساليهمش. هنيه عليكم وعلى سلامتكم، وتهلاو لي فراسكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.